السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ده كويز على محاضرة رقم واحد. اتمنى يا شباب ان احنا نكون مذاكرين محاضرة قبل ما نقرأ الكويز عشان نستفيد منه ونلتزم بالوقت علشان نعود نفسنا على السرعة. مدة الكويز ده دقيقتين، يا ريت يا شباب لو تكرمنا نجاوبه في الاساينمنت اللي موجود على المنصة.